كان كتير حلوة من أول لآخرها، كان مشوار كتير سريع، تعلمت كتير قصص، كسبت كتير أصدقاء ومحبة العالم، كتير عالم إيمانوا فيي وشجعوني، وهلأ رح جرب بهالحلقة أقدم أحسن ما عندي، جرب كل شي تعلمته بهودي ال 13 حلقة أعمله كرمال عالم صوت لي وأربح. مايا أنت ما وقفتيش في ضيقة الخطر ولا مرة ما شاء الله، فعملتي كده إزاي؟ حاولتي إنك توصلي كده إزاي؟ أكيد جربت طبق كل شي أصلك علمني، جربت تكون دايما مركزة، جربت اتعلم من لجنة الحكم كل شيء كانوا يقولوا لي كنت جرب اعمله، فهذا الشيء يمكن كمان انا واصلك كنا كثير كنا متفاهمين على المسرح، الاغلاط كنا نغطيها بنجرب نبينها، هذا الشيء وصلنا. ساعدك ان انت مدرسة رقص في البرنامج؟ ايه استاذة اصلك اكيد. هل الرقص هياخدك من هنا من هنا؟ اكيد لا، انا من الاول كل الفانز بيعرفوا انا بكليباتي برقص هيب هوب، فالرقص هو بارت من الفنانه مايا نعمه، واكيد هلا مع خبره دانسينج وذ ستارز رح استخدم كل شيء تعلمته بكليباتي وبالشوز اللي عم بعملها. مايا كان عندك تجربه مع ستار اكاديمي، وطبعا دانسينج وذ ستار حاجه قريبه، كومبيتيشن قريب من قريبه منها، هل شايفه ان انت كنت مختلفه ان انت خدتي التجربه قبل كده في حاجه زي الاختبارات والحاجات دي، فكان دوت مريحك نفسيا؟ اكيد لانه كانت الاكسبيرينس قريبه لستار اكاديمي، اتس شو بزنس، في ايفالويشن، في شو، في عالم عم تصوت، فبالعكس انبسطت كثير، رجعت تذكرت اللحظات اللي كنت عايشه على المسرح، ويمكن انا كثير بحب الجمهور، بحب المسرح، بحب البرفورمانس، هذا الشيء ساعدني اكثر بدانسينج وذ ستارز. كنت شايفه ان انت كنت عامل خطر لكل الموجودين، وفكره ان انت الرقص بالنسبه لك، يعني معروف ان مايا بتبتكر احيانا كمان رقصات، فهل كنت شايفه ان انت يمكن كلنا عندنا شغف للرقص وانا واحدة منهم، فهذا الشيء يمكن خلينا نكون كثير قراب لانه عندنا كلنا عندنا الشغف، مع انه حدا يمكن اقوى بالتكنيك، حدا اقوى بالبادي لانجويج، حدا اقوى بالفيشل اكسبريشنز، فكنا قراب لبعض، بس اكيد كنت خوف شوي على شوي ستارز. وصلت انت توقع مين الفوز هيكون لمين؟ ليك؟ انا لا عم بمزح، بالنهايه هيدا التروفي هو يمكن شيء رمزي، وانا لو باخذ التروفي رح اقول انه هو مثل بازل يا ريت فيه شقفه لكل الستارز، لانه البروجرام كثير شيء مهم، اكسبيرينس حلوه، فتنا كلنا مش لانه هو بروجرام رقص، لانه عبالنا نخوض هيدي التجربه وصرنا عائله واحده، فهيدا الفاينل هو احتفال لنجاحنا كلنا. انا كنت متوقعه ان البرنامج يوصل صدى لمصر، وخصوصا انه معروف ان البرنامج مثلا في الموسم الاول كان لبنان اكتر شيء، هل كنت متوقع ان الموسم ده يوصل لمصر؟ صراحه لا، بس كنت عم بتابع على تويتر على فيسبوك، عم شوف الفانز عم يحكون كثير من مصر، فكتير انبسطت وعم يحبوني كثير هونيك، فشيء كثير حلو، واكيد رح اعمل زياره على مصر وشوف كل اللي بيحبوني ان شاء الله. بيقولوا عليك في مصر القطه او البيبي فيس مايا ديت. مايا انا ايه بقى شعورك؟ كثير حلو. كتير حلو، وحلو انه عم يشوفوا شيء هيدا يمكن البراءة، وعم يعطوني ارقام كتير، يعني بتشرفني. ايه بقى جديد مايا؟ جديد مايا رح ينزل 2 ميوزك فيديوز لغنية كيف يا حب وغنية عم فكر، وعم بحط اللمسات الاخيرة على الميوزك الالبوم لإلي، فكل هودي رح تنزلوهم بعد دانسينج وذ ستارز. اوكي، توقعي بقى لو انت اللي فزتي، عايزين بقى فيديو بقى كانك انت فزتي، تقولي بقى كلمة بعد الفوز. بدك تمثل؟ لا لا من غير تمثيل عادي، بس من غير تمثيل. الاول بقى اسالك، بما انك جبتي سيرتي في التمثيل هنسالك على التمثيل، انت اللي فتحتيها، هل في مشروع عمل في التمثيل قريب ولا لسه؟ حاليا لا، بس اكيد اذا انعرض، وخاصه الفوازير، عيني على الفوازير، اذا كان في فوازير اكيد رح شارك فيه. شايفه ان انت اصلح ان انت تعملي فوازير، وان انت خصوصا ما شاء الله بتغني وبترقصي؟ مظبوط، من الاول انا بحس شغفي للفوازير، في ارقص، مثل، غني، بكتب اغاني، فيعني بحس بالفوازير رح بين طاقاتي مثل دانسينج وذ ستارز. كان كارول حداد، كارول انسحبت من البرنامج في اللحظات الاخيره، فلو كنت وصلت انت الثلاثه للفاينل، كنت تتوقعي برضو الفوز ليك انت، ولا كنت تتوقعي ايه بالظبط؟ مثل ما قلت رجعت انه نحن كلنا فايزين، نحن يمكن الثلاث ستارز اللي بينا عندنا نفس الشغف، العالم عم تحبنا، فبعتبر النهائيات هي مجرد احتفال، بس هو ربح لكلنا. لو انت اللي فزتي تقولي للفانز بتوعك وجمهورك؟ Jump.